الكومين والفدرالية طريق النضال ضد الاستقلال والرجعية والعبودية، ومن خلالهما نصعد النضال ونعزز وحدتنا. الفدرالية أمانة من شهدائنا الأبطال أمثال آلين بيركان أبو ليلى إيفانا رهمان عبد الستار الجادري وآرثو. الفدرالية ميراث شهدائنا، فلنكن أهلا لها. مؤسسة اتحاد الشعوب ومسلسلتها وسر أساسي حمودة تبقى الرجال ودر الجيان تكن كرد عرب سوريان تشتشان ألماني حمو نتمنى نقول بدري جيان تكن بقارن بهرة جيانة كي بربش بسر أساسي إرادة كي أزاد وهر كسيدة مفضل سيستمة كي فدرالي ده بقارن بجيورة ناوزا بشتي أصدقائي وصانة في مجال بيناصركم دائما نخد يعني هنگر برسنا ولا هر يعني ماذا أصلا بكمل مجال بيمان ده وجبر وجل التساؤلاتنا ما في مجال ده برج في شكل ما في في مجال ده جل سندر ده يعني أصدقائي بجم خواتن برجرين على الجرن ل أنجام يكون عام ليشتري ده براستيجي يكتيا جلان يكيرنا إرادة جلان نتوان باش خصتنا عشان دا حمون نتوان يا فرجانا هر باش تبسيل دكال آن جاق مقاربون در رئيس سيستما فدراليزم الديمقراطيك در مقاربون فيك منين سر رئيس اساسي جي اس مدنا خوايا داوي دكم مجبوع حمي اسفاس ظل عليكم وأنا أشعر بالفخر أننا نلتقي مع مكونات رجابة، المكونات التي أقسمنا عهدا أن أكون أنا العربي الكردي السرياني الشيشاني الشركسي، وأن أكون رجابة شمال سوريا معربو بيت نهرين. وبداية لا بد لنا أن نضعكم في صورة الوضع الذي تعيشه تجربتنا، هذه التجربة الفيدرالية الديمقراطية التي كلما قطعنا شوطا لتحقيق آمالكم بتحرير شمال سوريا من رجس الإرهاب كلما ازدادت وطأة وشدة المؤامرة وتكاتف جميع القوى النتنة والقذرة لضرب هذا المشروع. وفي الوقت الذي كنا نتطلع فيه شورش الهولد راستيلا سيستم هويدا دهل كبولي يعني ام هر دن دبجين دجمين ما جالك لي او دجمين ما لا تاني جبل بو ام ستاتو اكي دخازن يانجي ام دولت اكي يانجي فدرالي يانجي ام بجين فسرية ديمقراطيك ده اساسي اخو ده بنقاها بيستمي دجمين بنقاها بيستمي بنقاها بيستمي چيني كومين كومين إرادية هل راس جلانة أجباك هي كل أنجا تكالر بريا كومين أنا بيه بشرة جابها أبا بكر هو لهمبري تجمعه خوي كيلو هو لهمبري تجمعه خوي ك إيرك بند أمين أمين بكمين أنجا تكالر برای کمین آن به تیپ بچرخه. او هزامه هیه. او هزامه نهال لحمل دنیای سکن چهار کوبانی چیه کی بچوک بود. لحمو سیاستا روزگار تنارین دو هت. او اراده یا گلان دکاره. شبور گل روزگار تنارین فدراسیونی که دموکراتیک آباد. او اراده نه. سرما ve sazıya iki tür pişkiye gelen emdibecin ev hamle ev evi berdoğan mı ki? Nedir evini bir bimini? Ev ayaletin dinci evi çalak yok berdoğan mı ki? Ev ne hamle ev hamle ya bir geli va gelen.